دعني أستاذ رشيد، تحدثت عن جانب مهم، القاعدة وانتشارها في بعض الدول الأفريقية، وهذا ليس كان كذلك في السابق. حتى داعش الآن تواجدت في بعض الدول الأفريقية نتيجة لأن هناك هشاشة، دعني أسميها هشاشة أمنية في هذه الدول، أو بعض الظروف التي تعيشها هذه الدول. لكن العالم، هناك متغيرات في العالم، دعني أسميها متغيرات جيوسياسية، ما يحدث هناك بين الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. العالم أجمع منشغل بهذه الحرب، لها تأثيرات بالطبع على العالم بأسره. دائما التنظيمات تنشأ في ظروف كهذه، هذه التنظيمات الإرهابية. هل تعتقد أن ما يحدث الآن في العالم من متغيرات يمكن أن يساعد هذه التنظيمات الإرهابية بالظهور بشكل آخر أو بشكل جديد؟ لأنه دائما نعلم أنها تغير جلدها من مسمياتها من وهكذا. نعم، هو في الحقيقة يعني انشغال روسيا بحربها في أوكرانيا، روسيا داعمة لدول في المنطقة مثل إيران أو غيرها، هي واحدة من الدول، إيران يعني هي من تفرخ كثير من التنظيمات الإرهابية، سواء كانت الميليشيا الحوثي في اليمن أو حزب الله في لبنان، أو حتى يعني وللغرابة يعني بالرغم التباين الكبير في الأفكار بين ما تحمله هذه الجهة أو تلك، ولكن هنالك اتهامات كبيرة جدا بأن داعش نفسها هي خليقة استخبارات دولية وفيها إشارات إلى إيران على سبيل المثال. انشغال روسيا ربما لدرجة ما عن إيران وانشغال إيران نفسها بما يحدث حولها قد يساعد في ذلك، وحتى إيران الآن هي محاصرة ومضطرة للتعاون ولو لدرجة ما مع المجتمع الدولي لإحداث اختراق في الملف النووي الذي تعرضه كثير من الدول، لكن ستحاول أن تلعب بهذا الكرت مستقبلاً.